يعني عايزة أسأل حضرتك يمكن في سؤال يعني شيق شوية أو شائك شوية، وهو عن اللعيبة اللي تعرضت لانتقادات في الموسم اللي فات، يمكن ثقتهم بنفسهم اتهزت، ثقتهم جوه الملعب اتهزت، من ضمنهم أوباما ومحمود علاء. محمود علاء طبعا معار، لكن موجود معانا دلوقتي أوباما. شايف إيه الحل الأمثل كدور من الإعلام ودور من الجماهير ان هم يساعدوا اللعيبة دي ان هم يرجعوا لمستواهم تاني؟ طبعا كان في ضغط جماهيري كبير جدا الموسم اللي فات، ايا كان الجماهير ساعات بيبقى ليها وجهة نظر بس يمكن بتعبر عنها بشكل صعب شوية او بشكل مثلا هجومي شوية، فايه الدور المطلوب مننا كإعلام ومطلوب مننا كمان كجمهور ان احنا نعمله الفترة اللي جاية؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجة. هو رقم واحد بالنسبة للإعلام، المفروض ان اللعيب زي دوت يعني كلنا عارفين ان هو اصلا لعيب كرة كويس، ليه باع كبير مع نادي الزمالك، ليه سي في كويس مع نادي الزمالك. المفروض ان كل في الوقت الحالي المفروض كله طبعا بيدعم في اوباما. حته الجمهور دايما اعتقد ان ممكن هو هيكون ليه رصيد عند الجمهور، لان اوباما ياما جماهير نادي الزمالك هتفت باسم صحيح. اوباما كتير، فاعتقد ان دور الجمهور هو كمان اللي هيقدر يساعده اكتر من الاعلام دايما بالتحفيز. ولكن في حاجه، ولكن المفروض على اوباما برضو ان المفروض ان هو يساعد نفسه اكتر من كده كمان، على اساس ان يقدر يكون متواجد ويرجع اوباما اللي كل جماهير نادي الزمالك بتدفع ليه. الجانب الثاني الاعلام، يعني انا اتمنى كل لعيب احيانا بتيجي عليه فتره ممكن فيه هبوط في المستوى، صحيح. اعتقد ان بيبقى فيه المفروض بيبقى فيه نقد بناء مش نقد هدام. فالمفروض حتى لو احنا بنيجي بننقد بشكل محترم باسباب فنيه تكون صحيحه، ما بنقدش وخلاص، يعني لمجرد ان انا سواء ليا اي ميول، ما ينفعش يكون ليا اي ميول، لان في الاول وفي الاخر اوباما من لعيبه الكوره كويسه، من لعيبه الكوره المحترمه، من لعيبه الكوره اللي هي ممكن تخدم نادي الزمالك، وممكن لو مش ان شاء الله بشكل كويس مش هيخدم نادي، ممكن يخدم منتخب مصر كمان في فتره من الفترات، وده كان حصل فتره كبيره معاه برضو كان شغال بشكل كويس. فانا اتمنى ان شاء الله يكون النقد يكون بناء، ما يكونش فيه نقد هدام.